سنزور اليوم هنا في العاصمة الفيتنامية هانوي ضريح القائد الوطني هوتشي مينه الذي قاد شعبه ضد المستعمرين خلال الحرب العالمية الثانية. وفي فترة بعد الظهر سنتجول حول بحيرة تعد المكان المفضل للسياح وسكان هذه المدينة على حد سواء. هيا بنا. تكريما لهوتشي مينه الزعيم الفيتنامي الذي هزم الجيش الفرنسي في معركة ديان بيان فو حتى انسحابهم في الحرب العالمية الثانية، وكذلك ضد الأمريكيين الذي قاومهم حتى وفاته عام 1969، أقيم هذا الضريح تخليدا لذكراه في وسط هانوي وتم تحنيطه بداخله. ويستقطب الضريح هذا الكثير من السكان المحليين ومعجبي تاريخ هذا القائد الفيتنامي ونضاله السياسي. إلى جانب ضريح القائد هوتشي مينه يحمل هذا الضريح اسم ساحة بادن، وهو مفتوح للجمهور مجانا. وأنصح بالقدوم إلى هنا في ساعات الصباح الباكر لحضور مراسم رفع العلم الفيتنامي في تمام الساعة 6:30 صباحا من كل يوم، مشهد فريد يبهر زائري المكان. تعد البحيرة الغربية في هانوي أكبر بحيرة للمياه العذبة في فيتنام، ويحيط بها العديد من المواقع التاريخية والمعالم الثقافية كمعبد تشينغ كوك في قلب البحيرة، ويعود بناؤه للقرن السادس، ما يجعله أقدم معبد في فيتنام شيده الملك لينام دي. ويضم المعبد البوذي الكثير من المنحوتات الخشبية التي تعود القرون الأولى. أنصح بزيارة الضفة الغربية للبحيرة لتذوق الأطباق المحلية، لا سيما منها المأكولات البحرية التي تشتهر بها هذه المدينة. ليث بزاري، العربية، هانوي، فيتنام.